يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الملابس الرياضية التي تحمل أسماء فرق كافرة أو عليها أسماء لاعبين كفار، ما حكم ذلك؟ هذا صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بأنه لا يجوز لبس الملابس التي عليها شعار الكفار أو أسماء الكفار والتنويه بهم، لا يجوز هذا، أو صورهم، هذا أشد، صور اللاعبين هذا أشد. نعم.